نظام مهرجان الأغنية العمانية يختلف كليا عن نظام المسابقات الأخرى اللي هي في مجال الموسيقى. المهرجانات المعتادة في بعض الدول تعتمد على الصوت فقط، يعني ممكن المطرب صحيح. أو الموهوب يغني فقط أغنية لفنان معين. لكن في مهرجان الأغنية العمانية هناك إنتاج جديد للأغنية متكاملة، من اللحن إلى الكلمة إلى الصوت. هناك خطة إنتاجية أيضا للفنانين. حاليا الست فنانين المتأهلين، يعني حتى توزيع العمل الفني ربطناه بأسماء كبيرة، باسم صحيح. كبير، بالمايسترو الكبير الأمير عبد المجيد، وهذه أعتقد أيضا خطوة مهمة لهم وحافز. صحيح. أيضا هناك خطة لإنتاج، أو من ضمن الحوافز أو الجوائز خلنا نقول، بالإضافة إلى الجائزة النقدية، هناك أيضا جائزة لإنتاج أعمال للثلاثة الفائزين. أعمال أيضا ستكون أعمال جديدة، ومثل ما ذكرت أيضا اللي هو احتضانهم في المهرجانات والاحتفالات التي تقام في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أيضا المهرجانات التي نرتبط بعلاقات جيدة معها. وإحنا بدأنا من هذا العام حقيقة، يعني وبناء